أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج أخبار البلاد الذي نتناول فيه عدد من القضايا الاجتماعية وتغطية كافة المناشط الليبية والجاليات العربية. حلقة اليوم حول دور نقابات الموظفين والفعاليات الطلابية في النهوض بالجامعات الليبية. قبل أن أبدأ مع ضيوفي الكرام، أبدأ أولى فقرتنا وهي فقرة من الباليات. وقعت شركة الأساور للبناء والأشغال العامة وبلدية الغريفة عقدا بشأن تنفيذ أعمال الصيانة والتحوير لمقر إذاعة الوادي المسموعة لبلدية الغريفة بحضور عمدي ووكيل ديوان المجلس البلدي واللجنة التأسيسية لإذاعة الوادي ورئيس لجنة العطاءات بالبلدية. هذا وفي إطار دعم المؤسسات الإعلامية ببلدية الغريفة، سوف يكون النصف الأول من سنة 2018 هي بداية انطلاقة البث الإذاعي عبر الأثير بكوادر إعلامية متميزة. بدأت الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول لسنة 2017-2018 لمراحل التعليم الابتدائي ومرحلة الإعداد والثانوي بمختلف المؤسسات التعليمية ببلدية وادي البوانيس، حيث تقدم 3016 طالب وطالبة للامتحانات بمختلف المستويات التعليمية. هذا وقد قام مراقب التعليم بالبلدية بزيارة عدد من المدارس برفقة رئيس لجنة الامتحانات، وذلك لمتابعة سير الامتحانات بها. أقامت شركة الأنوار العالمية للتعليم والتدريب حفلا لتخرج دفعة الماجستير المهني المصغر للعلوم الدبلوماسية والقنصلية، والذي كان بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة في قاعة البرلمان بمدينة البيضاء. هذا وشهد الحفل توزيع الشهادات للطلبة الخريجين وشهادات التكريم لمستحقيها بحضور عدد من المسؤولين، بالإضافة إلى الطلبة الخريجين وأعضاء هيئة التدريس. البرنامج طبعا من تأسيس شركة الأنوار العالمية كانت بادرة جيدة بخصوص إقامة دورة أو برنامج دبلوماسي وعلاقات دولية، وهو ماجستير مهني تدريبي الغرض منه هو تأهيل الكوادر الدبلوماسية للاستفادة منها لتمثيل ليبيا في الخارج. طبعا يعني كان إقبال كبير على هذا البرنامج، وكان معظم المتدربين صراحة على درجة عالية من المستوى العلمي ومن الأداء العملي، وحقيقة يعني أتأمل فيهم خير أنهم إن شاء الله حيمثلوا ليبيا في الخارج، بالذات في ظل يعني وجود ضعف الدبلوماسية الليبية. حقيقة نحن استفدنا لأن أعطانا معلومات جديدة ومعلومات وافرة عن سلوك الدبلوماسية العلاقات الدولية، واستفدنا نحن من المناهج والدراسات السابقة، وكان عندنا مشاريع ورقات عمل واخترنا بعض المواضيع وتم التحقيق عليهم. إذا كانوا كفوا وكان في استفادة كبيرة يعني في المجال الدبلوماسي بصفة عامة. التحقت بالدورة الدبلوماسية فترتها كانت حوالي 3 شهور، والحمد لله هي قضيناها
بصفة كويسة، ونشكر زملائي ونشكر شركة الأنوار ونشكر أنت أستاذ حمدي وجميع من قام على هذا الحفل. حقنا استفدنا منه، عرفتوا اليوم يعني يوم فرحانا طبعا، واخذين الشهادة وطورنا من أنفسنا يعني، إن شاء الله يا ربي نقدر نفيدوا البلاد في أي مجال. يعني هذه الدورة ساعدتني على اكتشاف أو طبعا التعرف على أشياء ونواح مهمة من ناحية العلاقات الدولية وكذلك العلوم الدبلوماسية، وكذلك سعيد بالتعرف على الدكاترة الكرام الذين طبعا ساعدونا في هذه الدورة. يعني هل تطمح فضل أنك تكون في المستقبل دبلوماسي أو قنصلي أو غيره؟ يعني إن شاء الله نتمنى ذلك حقيقة، هذه كانت بداية وإن شاء الله نحاول التركيز أكثر على هذا الجانب. طيب يعني هل كان فيها يعني المواد كانت يعني سهلة وبسيطة ويقدر أي حد يعني يفهمها من خلال المتدربين اللي كانوا حاضرين؟ المواد حقيقة ما نقدرش نقول لك إن سهلة وصعبة في نفس الوقت، تحتاج إلى الجهد والاجتهاد كذلك الممارسة، لكن كذلك ميسرة ومسهلة للمنظمة. كل التوفيق لك، بارك الله فيك. شكرا جزيلا. شكرا. تشكل النقابات درعا هاما لحماية الموظفين في شتى المجالات، وكذلك الاتحادات والروابط الطلابية التي من شأنها الدفاع عن الطلاب واستجلاب حقوقهم. اليوم سوف نتحدث عن دور نقابات الموظفين والفعاليات الطلابية في النهوض بالجامعات الليبية، وما هي قدرتها على استيفاء حقوقها، وما هي العراقيل التي تواجهها في سير عملها الإنساني والاجتماعي. أهلا ومرحبا بكم في فقرة ضيف وملف. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. حلقة اليوم حول دور نقابات الموظفين والفعاليات الطلابية في النهوض بالجامعات الليبية. أبدأ اليوم حول ونتحدث يعني حول دور الفعاليات الطلابية بشكل خاص في النهوض بالجامعات الليبية. أرحب بضيوفي في الاستوديو محمود بريك اللواطي، طالب بكلية الآداب والعلوم سلوك جامعة بنغازي. أهلا وسهلا بك محمود. أهلا وسهلا بك. وأرحب أيضا بإبراهيم الفرجاني، طالب بكلية الطب البشري جامعة بنغازي. أهلا وسهلا بك إبراهيم. أهلا وسهلا بك. كما أرحب أيضا عبر الأقمار الصناعية بسليمان التهامي، طالب بكلية الطب البشري جامعة بنغازي. أهلا وسهلا بك سليمان. مرحبا سيدي أخوي حمدي، شخبارك؟ أهلا وسهلا بك. كما سينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ حسين الزلاوي، نقيب الموظفين بجامعة بنغازي، إذ تمكننا من التواصل معه. لنا فيه إشكالية أعتقد في الاتصالات، يعني مثل ما تحدثت قبل قليل مع الزملاء. أتحدث في البداية حول الفعاليات الطلابية في النهوض بالجامعات الليبية. محمود، يعني ربما جامعة بنغازي، اليوم نتحدث عن جامعة بنغازي بشكل خاص، يعني فيه هناك يعني حقوق وواجبات، يريد تحكي لي على أنتم كطلاب بشكل خاص بعيدا عن الروابط والاتحادات، سنتحدث فيما بعد مع من يمثل هذه الجهات. يعني حدثني محمود عن جامعة بنغازي والعمل يعني التكافلي ربما مع الطلبة، ما هي حقوقكم التي ربما يعني كانت جامعة بنغازي يعني قد أعطتها للطلاب قبل الموظفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله رسوله. أولا ترحم على شهدائنا، شهداء ليبيا، شهداء الكرامة الذين ضحوا من أجل بناء دولة حقيقية وليس من أجل أي أهداف شخصية. جامعة بنغازي تأسست في 1955 في هذاك الوقت في أثناء المملكة، من أجل بناء دولة، من أجل إعمار ليبيا. يتخرجون منها الطلاب، يقرون فيها الطلاب، يتثقفون من التكاترة والأساتذة وجميع الفئات والشرائح، من المهندس والدكتور جو التقنية المعلومات وجميع الشرائح. نحن في جامعة بنغازي لها شو نقول لك، الطالب عنده حق، عنده حقوق. للأسف ما لقيناش من نتكلموا في جامعة بنغازي. جامعة بنغازي عندما تأتي
لجامعة بنغازي القرار السيادي في يد شخص، ونحن لنش ضد أو ما عندنا مع مشكلة أو عندنا مع قصة، نحن نريد جامعة بنغازي تنوض. نحن عندنا حقوق كطلاب جامعة بنغازي من ناحية علمية، نبو مكاتب إلكترونية، نريد كتب جديدة، الداخلي الملحد طلابية. شفنا الشيء هذي، لكن مع الأسف عندما تتحدث وتكلم يرمون على الحكومة. الحكومة ومن شولة تكلم تقول لا أعطينا هذا الشيء هذه من أجل استحقاق الطالب، وما يجول لجامعة بنغازي لا نحن عندنا كذا عندنا كذا. نجول أول قصة عندنا موضوع المنحة، المنحة الطلابية اللي في جامعة بنغازي. المنحة الطلابية الشخصية اللي كانت ماسكة هذا الشيء لم تسلم للشخص بعدهم، أخذ معاه مفاتيح المكتب وذهب. وفيها منح طلابية جاء شخصية أخرى نحترمه ونقدره، ولكن مع الأسف قال رئيس الجامعة ما دار لاش حل، ما دارش في قرار، ما حاول الشر الرقابة، حاول الشر ديوان المحاسبة، لم يفعل شيء. يعني في مواضيع واجد محمود ممكن حنحكوا فيه بعدين شوية بخصوص هذا الموضوع اللي هو المنحة الطلاب وغيره يعني. نعم إبراهيم، يعني أنت كطالب بكلية الطب البشري أكيد احتياجاتكم واجد، هل في تفاعل من جامعة بنغازي بخصوص هذا الموضوع؟ هل في مساعدة من قبل الجامعة والتعاون مع الطالب في استيفاء أو استيفاء حقوقه بالكامل أقصد يعني؟ تمام. في البداية أحب أن أترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا في التفجير الأخير والتفجير الذي قبله. اللهم آمين يا رب. بالنسبة للطلبة في جامعة بنغازي، زي ما حكى محمود، جامعة بنغازي هي أم للجامعات الليبية، وأن الجامعة ممتلئة بالنوابغ والكوادر. للأسف المسؤولين في الجامعة غير مهتمين بالطلبة بشكل كبير. يعني أنا بقول لك مثال بسيط، مثال في طالب اسمه عبد الله رضوان من الدفعة 41، طالب اكتشف طريقة جديدة في علاج مرض السرطان وعرضها على الإدارة ولم يتم النظر فيه، وغيره 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 وغيره. في طلبة واجد بكل عندهم أفكار وعندهم إمكانيات كبيرة يتساعدنا ننهض بالبلاد، وتساعد إن بلادنا يعني يتغير حالها من الحال اللي هي عايشة فيه الآن. واجب الطالب، أنت قلت حقوق وواجبات، واجب الطالب إنه هو يهتم بدراسته وان هو يجتهد في قرايته، وهذا موجود. يعني في طلبه واجد عندنا، في امكانيات كبيره، وجامعه بنغازي غنيه على التعريف، علماء طالعين من جامعه بنغازي يمثلوا فينا في العالم برا. فهذه هي الفكره بنوضح. نعم، قبل ان انتقل لسليمان، يعني ربما في بيان طلاب ونقابه الموظفين بجامعه بنغازي بخصوص قرارات وزير التعليم، ومن ثم اعود لتكمل الحديث حول دور الفعاليات الطلابيه في النهوض بالجامعات الليبيه مع سليمان التهامي. نشاهد هذا البيان ومن ثم سنعود. نحن نقابه الموظفين وطلاب جامعه بنغازي نبارك ونؤيد قرار السيد الدكتور وكيل وزاره التعليم العالي بشأن تكليف وظيفة الشؤون العلمية للجامعة باعتباره قراراً أصيل من وزارة التعليم، ونستغرب ردة فعل رئيس الجامعة وبعض من عمداء الكليات تجاه هذا القرار الصائب. كما نطالب السيد رئيس مجلس الوزراء للحكومة المؤقتة والسيد وكيل وزارة التعليم بالتركيز على جامعة بنغازي أم الجامعات الليبية لإيقاف الفساد المالي والإداري والعلمي المنتشر داخل هذه المؤسسة العريقة، وكذلك النظر في القرارات العشوائية ومن ضمنها ما يعرف بتكليفات اتحادات الطلابية بعيداً عن المزايدات والولاءات الجهوية. صدر في بنغازي 13/2/2018 نقابة الموظفين وطلاب جامعة بنغازي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاهدنا مشاهدينا الكرام بيان طلاب ونقابة الموظفين بجامعة بنغازي بخصوص قرارات وزير التعليم. سليمان، تعليقك على هذا البيان الذي ألقيته أنت خلال يعني ربما ساعتين أو ثلاث ساعات يعني. مرحبتين بك الأولى أخوي حمدي، ومرحبا بضيوفك، ومرحبا بجميع مشاهدينك الكرام، فهمت عليا؟ طبعا البيان هذا جاء في صدد يعني القرار اللي صدر من السيد المحترم الوكيل وزارة التعليم
وهذه قرارات يعني وزارية يعني مفروض يعني تحترم في عامة عالية، فنحن استغربنا بردة الفعل اللي جت من رئاسة الجامعة في عامة عالية. يعني نحن كنا متوقعين إن كنا قاعدين في خندق واحد، يعني من أجل شنو؟ من أجل أن نطور جامعة بنغازي، وكيف ما ذكرنا في البيان إن هي أم الجامعات الليبية، وجامعة بنغازي يعني خرجت أجيال وما زال ستخرج أجيال حتى تنهض بالبلاد، وهذا هو الهدف متاعنا كنا يعني فهمتوا. فجاء البيان يعني بصدد ان نحن استغربنا ردة الفعل اللي جت من رئاسة الجامعة يعني فهمت علي، يعني بالقرار اللي صدر من السيد المحترم وزير التعليم العالي فهمتوا. نعم. طيب يعني تحدثت قبل شوية مع الشباب حول يعني حقوق وواجبات الطلاب، يعني هل في حقوق لكم في 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 جامعة بنغازي او من خلال كلية الطب البشري اللي انت تدرس فيها؟ يعني أكيد يا أخوي حمدي، طبعا هذه جامعة بنغازي كيف ما ذكرنا يعني جامعة كبيرة، وجامعة تأسست كيف ما ذكر لك أخوي محمود بريك، قال لك من 55 متأسسة يعني فهمت علي، وجامعة فيها جميع الكليات قريب يعني أغلب الكليات فهمت علي اللي تدرس في العالم موجودة فيها فهمت علي، على رأسها كلية الطب البشري والهندسة والقانون وتقنية المعلومات، وهذه كل يعني احتياجات وفي حقوق للطلبة يعني. نعم. وفي حاجه حتى باقي الشباب يعني فهمت علي ما ممكن يعني غافلين عليها، اللي هي ان الاحتياجات راه مش كل شيء علمي، راه في حتى النشاط الطلابي تمام، النشاط من ناحيه الرياضه من ناحيه الثقافه من ناحيه الشعر. فنحن حتى لما جينا مره نحيي النشاط الرياضي فكان معي الشباب اللي موجودين معاك، وكان معي رفيقي ونمسي عليه في الليله السعيده نادر العبيدي، قمنا قلنا نديروا راي في نشاط رياضي لجامعه بنغازي. نعم. ففوجئنا لما جينا المكتب النشاط الرياضي ما لقيناش عنده شيء، ما لقيناش عنده حتى الصفاره، قال حتى الصفاره بتاعت التحكيم ما فيش يعني. فنحن تكفلنا بها كطلبه باش نحيي النشاط يعني فهمت. هذا بما يخص يعني في ربما في اشكاليه في اعتقد ان حول قرار وزير التعليم وعدم تنفيذه من قبل بعض الاشخاص في جامعه بنغازي، ممكن تعليقك على هذا الموضوع محمود تحدث عليه شويه قبل استيمان. بالنسبة للقرار فيه تذمر أعتقد من بعض الطلبة. نحن أول مرة ريت مفروض أن مجلس الجامعة يتراجع عن قراره، كعمداء لابد أن يتراجع على قراره. هذه جامعة بنغازي ما يمثلش شخصية أو شخصين أو ثلاثة، ونحن نريد هذا قرار وزاري. كيف واحد يجي يقولنا ضد قرار وزاري؟ هذه حكومة تصارع فيها دول. نحن نريد حكومة حقيقية، هذه حكومة منبثقة من البرلمان، هذا البرلمان برلمان شرعي، هذه حكومة منبثقة من أمن الحكومات الأخرى نعترف بها. يعني في حال تقصد يعني في حال عدم تنفيذ قرارات وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة حيكون فيه يعني ربما فجوة، وحيكون فيه خلل حتى في جامعة بنغازي لعدم تنفيذ هذه القرارات، وحتى حتى إشكالية يعني. نحن إن شاء الله حتى الثقة ربما بين الطالب والجامعة حيكون فيه بإذن الله. نتمنى من وزارة التعليم أن تتخذ قرارا، ونبارك الأستاذ الدكتور مساعد اللي هو أستاذ وسمى خير الله في هذه المهمة، وإن شاء الله ربي يوفق. هذه أول نقطة. وثانيا نحن ما نبوش ندخلوا أي جهات أخرى. نعم. فهمت؟ نحن نحترم جميع الجهات، أي جهة تبي تتدخل بالكلمة تقول بالعرف أهلا وسهلا، لكن تبي تتدخل أني أنا من جهة فلانية أو أنا نتبع الجهة الفلانية. أنا بالأمس شفت اجتماع في الغرفة الأمنية للواء المنيس بخمادة، نشكره هذا الرجل نثمن على جهوده. هذا الرجل قدم وضحى من بداية الكرامة من بداية 17 فبراير، ضحى من أجل ليبيا. والحقيقة هذا الرجل عندما أتوا إليه التكاترة وأتوا إليه مجموعة من الطلاب وحكوا له سردول القصة كلهم، قال لهم لابد تحترموا قرار وزاري. فعلا هو ما بيش يتدخل، ليش أنت تذهب له وتخلق في بلبلة في بنغازي وتقول في سيارات مفخخة وقنوات مستغلة هذا الشيء؟ لماذا؟ عشان قرار وزاري؟ قرار وزاري لابد نحترمه. أي حكومة، الحكومة المؤقتة والبرلمان الليبي يجب علينا أن نحترموه. نعم. نحن كافي يعني بخصوص هذا الموضوع محمود، ربما يعني في اجتماع كان اليوم بين لجنة وزارة التعليم من لجنة من وزارة التعليم على وجه الخصوص مع طلاب ونقابة الموظفين بجامعة بنغازي، نشاهدوا الاجتماع هذا ومن ثم نعلقوا عليه مع إن شاء الله مع إبراهيم بإذن الله وسليمان إن شاء الله. We'll be right back.
اليوم لجنة من وزارة التعليم، وبناء على تعليمات السيد وزير التعليم هناك بعض الأمور اللي هي في جامعة بنغازي، وهناك بعض المشاكل. حضرنا اليوم واستمعنا إلى الأطراف المختلفة، وبالنسبة لنا التعليمات اللي هي يعني صدرت من السيد أمين وزير التعليم أن نستمع إلى الأطراف المختلفة، وبإذن الله سنوافي وزارة التعليم بتقرير عن هذه الزيارة. ولكن هناك تنويه بسيط، لأن مدينة بنغازي طبعا كما يعلم جميع أنها تعرضت لتدمير وأيضا بسبب الحرب. ونحن طبعا نلفت انتباه جميع الناس اللي هم سواء كان في القطاع الخاص أو القطاع العام لمساعدة هذه المدينة. ونحن يعني وهذا أيضا كلام السيد وزير التعليم يقول بأن نحن سنعمل بإذن الله مع الأخوة في جامعة بنغازي، وستعود بإذن الله مدينة بنغازي وجامعة بنغازي إلى أفضل حال. ونحن نفتخر حقيقة ببنغازي وبجامعة بنغازي، ونتمنى التوفيق للجميع، ونتمنى أن نحل مشاكلنا بطريقة سلسة وبطريقة منظمة. وشكرا لكم على هذا اللقاء. شاهدنا الاجتماع للجنة وزارة التعليم مع طلاب ونقابة الموظفين بجامعة بنغازي، والاستماع لجميع الأطراف. ربما إبراهيم هذه لجنة مكلفة من وزارة التعليم حتى تفهم المشاكل الحاصلة في جامعة بنغازي. تمام. اللجنة هذه تكونت بناء على طلب نقيب الموظفين وبعض مجموعة من الموظفين ذهبوا لوزير التعليم وشرحوا له الوضع بالكامل داخل الجامعة من تجاوزات إدارية، تجاوزات مالية، تجاوزات علمية بكل معنى الكلمة، بالدليل بالإثبات. فالوزير قرر أنه هو ينشأ لجنة باش تحقق في الموضوع هذا. قبل مشوا الوزير اللي قبل اللي هو الدكتور عقوب ما اتخذش أي إجراء، مشوا الوزير الاخر هذا المساك جديد والدكتور منو سالم بالحسي شكل اللجنه هذه. واللجنه هذه جات البنغازي وقمعزت مع جميع الاطراف باش تتخذ اجراء في القضيه اللي هي القضيه المحوريه الاساسيه، هي قضيه التجاوزات الفساد المالي والاداري والعلمي الموجود الان داخل جامعه بنغازي. نعم. اللي صار ان الوزير اتخذ اجراء في اقاله احد الموظفين، تقريبا هو يعتبر ثاني رجل بعد رئيس الجامعه، وتعيين دكتور اخر. فهذه حدثت يعني دارت لهم مشكله كبيره عندهم في الجامعه، وطلعوا العمداء كلهم وطلع الاداره كلها بصفه عامه، بعض من العمداء والإدارة طلعوا في بيان مشترك أن هم يقدموا استقالتهم بالكامل ردا على هذا القرار. فنحن نتمنى أن اللجنة تأخذ أريحية كاملة، لأننا شفناهم اليوم ناس أعتقد نرى فيهم خير، يعني نرى فيهم خير كثير، يعني نبوهم يتخذوا إجراء، لأن نرى بنغازي عانت واجد، بنغازي عانت واجد وضحت واجد. وجامعة بنغازي أنا ننظر لها ليبيا مصغرة. نعم. إذا كان جامعة بنغازي بدأ فيها الفساد وانتشر فيها الفساد، معناها جيل كامل حيتدمر. نعم. ممكن محمود عندك تعليق على هذا الموضوع؟ بالنسبة للموضوع هذا لابد عمداء الكليات أن يرضخوا ويردوا على مكاناتهم ويردوا على كلياتهم ويبتعدوا عن الشبهات، يبتعدوا عن الكلام الكذيب لخلق الفتنة في بنغازي. في بعض من الشخصيات تخلق الفتنة في بنغازي، تروج وتحكي وتقول في سيارات مفخخة أغلاق جامعة بنغازي ويجيبوا فيهم اجتماعات. هذا الكلام أنا نوجه. شو الأسباب محمود برأيك أنت يعني؟ نعم، أسباب الترويج الإشاعات والمواضيع من أجل مصالح شخصية. فهمت؟ تو بالأمس طلع علينا النقيب، أنت متحدث باسم الغرفة الأمنية اللي هو السيد شو اسمه هذا النقيب الخراز، أيمن الخراز، طارق الخراز، وتحدث وتكلم قال نحن وين ما جينا بحثنا وين ما جينا، هذا كله كذب إشاعات. تم إغلاق المدارس، إرعاب الطلبة، إرعاب الطلاب الصغار في المدارس. معليش، عشان نحن قرار وزاري أصدر للوكيل شؤون العلمية تنقلب عليه بنغازي، بنغازي اللي ضحت بدمها، ضحنا بأخوتنا بآبائنا وأخواتنا وزملائنا،
كلهم ضحينا به من اجل بناء دوله. ما فيش حد يمسك حاجه يقول لنا لا لا خلاص انا نقعد في المكان الفلاني. لكن يا سيدي اربع سنوات عقل غيرك ما فيها شيء. رئيس جامعه ما صلحتش عليك، عليك قضايا، عليك مشاكل، اطلع يا سيدي سيب المكان لغيرك. وراه موجه لك رساله اخرى، في بعض من العمداء الكليات راه ما جوش لهذا الاجتماع، كلموني قالوا لي نحن رانا في بعض، كلم الشخصيات كلمنا تو قبل ما يخشوا للي قالوا نحن رانا ما بجيناش لاجل ان في مشكل. نحن نحترمك قرار وزاري صح، قرار وزاري، قرار وزاري كان يجتمع المجلس الكليه وكذا، لكن كيف يجتمع مع رئيس جامعه بنغازي عليه اختلاسات وعليه مشاكل؟ لم يذهب الى سالم الحسيه، الدكتور سالم الحسيه يحل مشكلته. يا سيدي يا سيدي انت ما عليك شيء، اذا بدو الى الديوان المحاسبه، عدل الرقابه، عدل وزاره التعليم. لكن هم يتحدثوا معاه يغلق في تليفونات، يتحدث قالوا نحن ما عادش قدرنا نتعامل مع الشخص هذا، ويمشي للمكانات يقول مع انا مع فلان انا مع فلان. يعني في اشكاليه تواصل الطلاب مع رئيس الجامعه اكيد ومع بالشكل وكيل الجامعة. هذه اكيد اسمع، في شاب هو شندار هو رئيس الجامعه، جاب بعض من الطلاب استقطبهم يحط فيهم في جنبهم، وفي ناس انت عارفهم انت نحترمهم ونقدرهم لكن ما مش فاهمين القصه سيره شنو. تو تجي من ناحيه علميه، تعال لجامعه بنغازي، بالله عليك جامعه بنغازي عليها كم انذار تو؟ بالله يطلعوا 20 اعتقد ان 20 كليه تطلع تقول نحن نقدم استقالاتنا كلنا، هذه درجه علميه. واعتقد انها قبلت من وزير التعليم. فهمت والله ايش نقول لك، نحن تمنينا ما تقبلش لكن وصلوا لارواحهم يتحملوا مجرى الشيء هذا. وانا ابلغ الحاجه في الاخير بكل على وزير التعليم، انا من وجه له، لكن نحن كطلاب نوجه له اي واحد دار خطا يتعاقب، اي شخصيه يخش المكان هذا او جاء لابد ان يتعاقب. يتعاقب ايش؟ تحت القانون، تحت الرقابه، تحت الديوان المحاسبه. مش يطلع لي في بيان مع بعض الشخصيات يقول نحن كذا كذا كذا، وفي الاخير بكل كان يحترم رئيس جامعه بنغازي، كان يحترم وزير التعليم، يقول المدعو مش عارف من، نحن لابد نحترم انفسنا. وهو يقول مستند على مش عارف على من ومستند مش عارف على ما، مش حاجه ما فيش حاجه من سنده. اللي بينسند هذه هذا تعليم لم ما يتدخل في حد، هذه عندها وزاره وعندها رئيس وزراء، كان بنحترم انفسنا ونحترم مكانتنا، انا ما نبيش ندخل في مكانات اخرى. أنا قاعد طالب، قاعد في طالب في الجامعة جوا، لا يمكن نتحدث على جيش نقول لا لابد يديركم ولا كذا، ولا نتحدث على وزارة مالية، ولا نتحدث على كذا، أنا داخل الجامعة، داخل حرم الجامعة، نحن نتبع وزارة التعليم في الحكومة المؤقتة، الحكومة المؤقتة أنت تعرفها ضحت وقدمت مع هذا كله يحاربوا فيها داخل البرلمان، يحاربوا فيها دول. نحن نجي اليوم نقول لا أنا ضدك ونطلع باش نخرب جامعة، جامعة بنغازي تمتد يا سيدي من الكفرة الجالو، القمينس، سلوق، المرج، توكرة، لابيار، ولاية يا سيدي جالو. وجالو هذه ولاية تحمل 120 ألف طالب. جامعة بنغازي كانت قبل 2014 يا سيدي باش أنت تعرفها كانت 3000 موظف، اليوم 10000 موظف. نحن عندنا طلبة الدراسات العليا، طلبة الماجستير قاعدين يشكوا عندهم مشاكل، طلبة المعيدين من 2014 لم يجيب معيد لعن توا، حتى وين ما تقدم والله تدير يقول لك ما قدمتش. نحن كانوا يتحدثوا عندنا مشاكل كثيرة، لكن ما نبش نسردون على شاشات التلفاز، الترويج من بعض القنوات أخرى مستغل هذا المكان. نحن في مدينة نتمنى أن يكون فيه يعني حل لهذا الموضوع من خلال اللجنة المكلفة من قبل وزارة التعليم لإنهاء هذه الإشكالية، لأن جامعة بنغازي فعلا جامعة عريقة وجامعة يعني لها دور كبير في بناء هذا المجتمع، وهي بيت خبرة يعني لا يمكن الاستغناء عنها في أي حالة من الأحوال. أنا يعني بكل صراحة حتى في من خلال برنامج أخبار البلاد يعني أتعاون بشكل كامل مع أعضاء هيئة التدريس من خلال الحلقات وتوعية الناس وتوعية المواطنين. يعني نتمنى أن يكون فيه يعني تراجع عن أي شيء، عن أي مشكلة حدثت، ويكون فيه وفاق ووئام بين أعضاء هيئة التدريس بعيدا عن المسميات وعن أي شيء، وأن نحترم قرارات الوزارات اللي نحن موجودين في نطاقها. هم جايبين دكتور، معلش نعم. ما دخل، هم جايبين دكتور مش جايبين واحد من الشارع، جايبين دكتور استاذ مساعد، نعم. مش برتبة دكتور، دكتوراه مش حاجه سهله، مش جايبين واحد ما يعرفش يشتغل في الناحيه العلميه، لا دكتور شعبان طرين نحترمه ونقدره، ولكن لا اربع سنين فهمت، بارك الله فيه قدم، بارك الله والدكتور فيه. والدكتور المكلف الحالي كان عميد لكليه التربيه بالمرج يعني. وما عندنا شيء اشكاليه، هذا دكتور مش من الشارع جايبيننا، نعترضوا عليه مجلس كليه كامل كله، لا هم معترضين على قرار الوزاري. في 2008 في قرار من امان اللجنه الشعبيه العامه تحدث به امس الدكتور، وفي قرار بالشيء هذا ايه يقدر يتكلم
لما بدنا ننسند في الأخير بكل اللي مسك الوزير مش أي واحد سهل. دكتور سالم الحسية راجل دكتور عارف تجاوزات الجامعة، عارف كيف يشتغل في الجامعة، عارف كيف يحط شخصيات مش جاي من الشارع. أما لابد أن يحترموه. في بعض العمداء الكليات راه نقول لك من توا بعض عمداء الكليات مش راضيين على الوضع اللي صار أمس، قالوا نتأسف كيف نحن أهم طبقة العليا على مستوى ليبيا. على مستوى ليبيا توا بالله عليك تطلع طبقة كيف هذه وتقول فيه وكذا وكذا بيخربوا. أمس كل اتجهت الناس كل شهرهم أمس على صفحات الفيسبوك وصل التواصل الاجتماعي الناس معقبت عليهم شيء، الناس ارتعبت، الناس خافت. تبي تدير شيء يا سيد أطلع وقول أنا راني ما اعترض على شيء، عدل الرقابة نفس ما قال لك اللواء من غير حدوث أي بلبلة يعني. من غير حدوث أي بلبلة يعني. تواصل مع وزارة التعليم بشكل حتى والرقابة يعني والمدونة نعم بعيدا عن الإعلام وبعيدا عن إصدار البيانات وفي لجنة التعليم لأن ربما فيه ربما بيانات ربما يعني مضادة ربما يعني بيانات يعني أخرى ستصدر ورد الفعل ربما ستصدر بعد هذا البيان يعني فعلا يعني نحن تمنينا أن يكون فيه تواصل بشكل حتى ودي يعني ودي ما بين رئاسة الجامعة ووزارة التعليم. يعني دور الطلاب هنا سليمان التهامي، أنت كطالب بكلية الطب البشري وربما لديك تواصل مع جميع الكليات الأخرى، يعني دور الطلاب هنا في رأب الصدع وعدم حدوث أي إشكالية سواء في الجامعة أو غيرها، يعني خصوصا يعني في جميع الكليات أقصد. تمام يا أخوي حمدي، طبعا قبل ما نخش على موضوع الطلاب أو الكليات الأخرى ورني أنا بنتمنى فهمت علي نحن كان هدفنا نحن نبو وطن ونبو دولة تكون قوية ومؤسساتها معناها ضروري نحترموا المؤسسات اللي هنا التنفيذية والتشريعية من البرلمان للتنفيذية الكذا، تسلسل ضروري تسلسل إداري نحترموه كان نبو دولة مؤسسات. ونحن قلنا من قبل قلنا لا للفساد ولا للفوضى. تمام، فضروري نحن شنو ان نبي ان نتعاون مع بعضنا ونصفوا النيه مع بعضنا ونحط ايدينا في ايدين بعضنا، لان ليبيا ما نقدرش نبنوها الواحد يقدر يبنيها وحده، ضروري كلنا نتكاتف الجهود مع بعضنا. تمام نعم. وانا اتمنى من دكاترتي واعضاء التدريس والعمداء والوني نحن ما عندناش عداوه مع حد يعني باش نزيد، لكن نحن عدونا من عدونا لعدو الوطن، عدونا عدو الوطن اللي هو اللي بيدمر مؤسسات او وعدو التعليم والعلم واي شيء يعني. عليك نور يا اخوي حمدي. فنحن قلنا من قبل نقول اخرى نحن لا للفساد سواء اداري او مالي او 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 او, أو علمي. المهم طبعا هذا بالليل نحن نتمنى شنو ان تريث الناس في المسعليه والاعضاء التدريس والدكاتره والعمداء يتريثوا ويحطوا ايديهم في ايدين بعضهم ويحترموا الرايات القرارات اللي المنطبقه على وزاره التعليم لان عليها عبء كبير، والحكومه هذه راي حكومتنا فهمت عليا يعني حكومه مفروض نحن شنو نقووها وعليها نعم. صراعات داخليه وخارجيه نعم. اما بالنسبه للكليات الاخرى والطلبه ولاني احنا نقول لك اي حاجه، الطلبه ضروري يكون يدين في يدين بعضهم يعرفوا مصلحتهم كويس فهمت عليا ويتعاونوا فهمت عليا بحيث ان شنو ان ينهضوا بجامعتهم، وكل طالب تكون عنده النيه ان ينهض بالجامعه هذه باش يظهرها باجمل منظر، لان هي اصلا بتخرج بعدين الاجيال في جميع الكليات هي بتقول الدوله فهمت في نعم. المستقبل القريب ان شاء الله. فانا نقول لك اي حاجه، طبعا الاحتياجات بتاعت الطلبه يعني حتى وزاره التعليم لما تدخلت في القرار الجديد هذا وداراتها والاصدارات ونحن مباركه عليه عبء كبير يعني جامعه بنغازي يعني وخاطي الجامعات الاخرى يعني، لكن جامعه بنغازي اللي عانت وبالذات في الحرب فهمت علي من بيوت الطلبه يعني انت عاد لما تجي تشوف زياره بيوت الطلبه تلقى بيت رقم 5 نعم. بس اللي قاعد نعم. وبيوت رقم 3 و4 ما زال ما صيناش لشيء يعني منحه مواضيع واجد نعم شكرا يعني سليمان وصلت الفكره نعم. يعني ابراهيم في نهايه هذه الحلقه يعني بماذا تنصح الطلاب وحتى الموظفين في جامعه بنغازي يعني في خلال هذه اللحظات وهذه المرحله التي الصعبه التي تمر بها جامعه بنغازي من خلال يعني حدوث نحن نتمنى لا يكون في حدوث شرخ او اي مشكله داخل الجامعه، ولكن النصيحه من طالب للطلاب واعضاء هيئه التدريس وموظفين. في البدايه بنوصل رساله لطلبة جامعه بنغازي وللموظفين والاعضاء هيئه التدريس. ما فيش واحد في بنغازي الا وقدم كيف ما قال محمود نعم. في اللي عنده أخوه وفي اللي عنده جارة وفي اللي عنده ولد عمه وفي اللي عنده صاحبة ضحينا واجد بكل لما تخرج من جامعة بنغازي
ونطلع في دولة للأسف للأسف دولة منهكة، دولة مستشري فيها الفساد من في جميع القطاعات للأسف. نعم للأسف. الرسالة هذه ضروري الطلبة يتحركوا، ضروري الطلبة يكون عندهم كلمة. الطلبة تاريخهم معروف. لما جيت بحث في الشهداء في القوات المسلحة أغلبهم متطوعين من جامعة بنغازي. نعم يعني. في فكرة بوصلة أخرى أن الفكرة ضروري توصل حتى للمواطنين في جامعة بنغازي، مش بالأخص الطلبة ولا الأعضاء التدريس ولا الناس الليبيين بصفة عامة. نعم الليبيين ضروري يطلعوا ويتحركوا ويقولوا كلمة. الفساد ضرب الليبيين كلهم. نعم نهش في الليبيين كلهم. أي دولة في العالم، أي دولة في العالم تبي تنهيها أبدأها خلي الفساد ينشر فيها، فضروري نحاربه. كلمة ضروري. أخيرة محمود في أقل من دقيقة. أول مرة نشكركم على حسن استقبالكم وبارك الله فيكم، ونحن كطلاب جامعة بنغازي، جامعة بنغازي عريقة، جامعة بنغازي الكبرى، أم الجامعات في ليبيا، يا ريت نتمنى أن ندعو حقيقة عمداء الكليات. نعم إلى ارتقاء وإلى ذهاب إلى وزير التعليم لحل المشاكل هذا الشيء. نعم نشكرهم ونقدرهم ونثمن جهودهم. شكرا محمود بريك اللواطي ابن الشهيد بريك اللواطي على حضورك معنا، طالب بكلية الأداب والعلوم سلوك جامعة بنغازي. الشكر لك إبراهيم الفرجاني طالب بكلية الطب البشري جامعة بنغازي، أهلا وسهلا بك إبراهيم. أيضا الشكر لك سليمان التهامي طالب بكلية الطب البشري جامعة بنغازي. سيكون لدينا أيضا حلقة أخرى بإذن الله مع نقابات الموظفين ويعني دورها في النهوض بالجامعات الليبية. شكرا لكم مشاهدينا الكرام. نختم بهذا البيان لطلاب ونقابة الموظفين جامعة بنغازي بخصوص قرارات وزير التعليم. شكرا لكم وإلى اللقاء. نحن نقابة الموظفين وطلاب جامعة بنغازي نبارك ونؤيد قرار السيد دكتور وكيل وزارة التعليم العالي بشأن تكليف وظيفة الشؤون العلمية للجامعة باعتباره قرارا أصيل من وزارة التعليم، ونستغرب ردة فعل رئيس الجامعة وبعض من عمداء الكليات تجاه هذا القرار الصائب. كما نطالب السيد رئيس مجلس الوزراء للحكومة المؤقتة والسيد وكيل وزارة التعليم بالتركيز على جامعة بنغازي أم الجامعات الليبية لإيقاف الفساد المالي والإداري والعلمي المنتشر داخل هذه المؤسسة العريقة، وكذلك النظر في القرارات العشوائية ومن ضمنها ما يعرف بتكليفات اتحادات الطلابية بعيداً عن المزايدات والولاءات الجهوية. صدر في بنغازي 13/2/2018 نقابة الموظفين وطلاب جامعة بنغازي، والسلام عليكم ورحمة الله.